بجد تحيلك من جديد يا كابتن ايمن محمد. يعني الحقيقه واحد من النجوم واحد من الابطال، دوره مهم جدا الحقيقه خارج الملعب وداخل الملعب. مبروك يعني لعيبه رجاله الحقيقه. الفتره كانت صعبه جدا، لعيبه المنتخب حملت على نفسها بشكل كبير، وايضا كمان لعيبتنا حضرت. حابب تقولي على الجيم وحابب تقولي على فوزك ببطوله السوبر؟ والله طبعا يعني اول حاجه الحمد لله طبعا على بطوله زي دي، بطوله مهمه جدا يعني، وبطوله مهمه للنادي الاهلي ولمسيرتي انا شخصيا يعني. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كافئنا في الاخر بفوز كويس وفوز طعمه حلو، ان انت تكسب في اخر دقيقه دي حاجه جميله يعني. اكيد ده مش من فراغ يعني، اللعيبه تعبت واللعيبه عملت اللي عليها، والحمد لله ربنا كافئنا يعني وخلانا ان شاء الله نرجع مبسوطين يعني. بطوله قاريه رقم 23، فرق بيننا وبين ريال مدريد ثلاث بطولات، لان ريال مدريد 26، دي حاجه فخر كبير جدا الحقيقه. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا يعني. طبعا يعني ده يعني البطولات دي من واحنا صغيرين كده كنا بنتفرج على اللعيبه وهي بتاخد بطولات في النادي الاهلي يعني، فدي حاجه. وانا يعني الحمد لله طبعا اللعيبه اللي موجوده دلوقتي دي الحمد لله اتعودوا على ريحه البطولات يعني. الحمد لله بقت البطولات بتيجي ورا بعض، ودي كنا يعني قعدنا فتره مفتقدين البطولات القاريه دي، قعدنا كام سنه كده، بس الحمد لله الجيل ده كله نفسه يعمل حاجه، الجيل ده عايز يحقق حاجات زي الاجيال قبل كده اللي حققوا حاجات يعني. الحمد لله ده سر الفوز الجمهور الحقيقه يعني، حماسهم الكبير والكثافه اللي كانت موجوده. نفسنا نشوف الحقيقه الكثافه دي في مدرجاتنا في الدوري العام. والله انا عايز اقول لك الواحد يعني بيخش الاستاد كده بس والله نفسه بتتفتح اللي هو يلعب. الناس اللي موجوده دي كلها النهارده يعني الواحد كان شايل هم ان هو يروح والناس دي كلها زعلانه ان احنا خسرانين ولا حاجه. فيعني طبعا حاجه جميله جمهور النادي الاهلي ده، احنا في اوقات من الماتش كنا بنقعد نبص عليهم وهم بيشجعوا، حاجه جميله يعني. يا رب يبقوا اكتر من كده في مصر ان شاء الله يعني باذن الله. الصفحه اتقفلت خلاص؟ هو هنا كده على طول، احنا هنفرح النهارده ونبسط واحنا راجعين في الطياره وكل حاجه. هنرجع بكره ما اعرفش في تمرين ولا لا، بس بعده تمرين وهنجهز بقى اللي عندنا ماتش في الدوري او ماتشين. فخلاص يعني مش هنقعد نفتكر بقى ونقعد نفرح ومشاعرنا بقى، لا خلاص هي بنرجع خلاص يعني نركز بقى في الماتش اللي جاي ايا كان مين اللي هيبقى موجود، لازم برده نكسب لغايه بقى ما نشوف اللي هيحصل التوقف والكلام ده. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. مبروك الحقيقه لمحمد هاني وكل اللعيبه ابطال السوبر الحقيقه ومحملين اللقب، يستاهلوا كل الخير الحقيقه على المجهود الكبير اللي بذل خلال الايام الماضيه. يا رب ان شاء الله باذن الله نشوف الفرحه دي على طول بشكل مستمر مع لاعبينا ومع جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اللي هناكد في كل رساله وفي كل كلامنا. سر الفوز النهارده والحماس والهتاف اللي كان في اخر اللحظات هو جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا وقيمته كبيره جدا، وايضا جمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر في تشجيعه ومساندته الكبيره جدا في كل البطولات خلال المرحله القادمه.